عبد الرحمن 8.3 minutes 8 minutes 18 seconds. استعجلت شويه. لا 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 100% متاكد. عبد الرحمن 10 نقاط اجابه صحيحه. الاول اتشرف باسمك. احمد فولي. انا هسالك سؤال، السؤال ده في واحد عنده 17 سنه حله وانت هتتحدى فيه، تمام؟ مين هو اصغر واحد خد جائزه نوبل؟ اصغر واحد؟ لا صعبه دي شويه. طيب انا هوريك حد في برنامج العباقره، ولد عنده 17 سنه جاوب السؤال ده. والسؤال هو: من اصغر شخص حصل على جائزه نوبل؟ من اصغر شخص حصل على جائزه نوبل؟ مالالا يوسف زاي. مالالا يوسف زاي. خدت 6 ثواني. ساره عندك اجابه؟ عشان كده كروز خطف اول 10 نقط. اكتشف ما لا تعرفه. العباقرة الموسم الثالث قريبا وحصريا على القاهرة والناس.